إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. هل في علاقة بين دهون الكبد والقلب؟ إيه علاقة دهون الكبد المرضية بمشاكل القلب؟ هل ممكن دهون تتراكم في عضو تأثر على عضو تاني خالص ولا إيه؟ الإحصائيات الطبية العالمية أكدت إن مرضى دهون الكبد المرضية المزمنة معظمهم بيكون سبب الوفاة عندهم مش الخلل اللي حصل في الكبد بسبب الدهون دي، لأ، بسبب مشاكل حصلت في القلب. مرضى دهون الكبد المرضية زي ما عندهم الدهون تراكمت في خلايا الكبد، تراكمت كمان على جدار الشرايين من الداخل في الجسم كله، وضيقتها وقللت تدفق الدم فيها. وده لما يحصل في الشرايين التاجية اللي بتغذي القلب بيعمل فيه مشكلة كبيرة بتتسمى قصور الشرايين التاجية، اللي فيها كمية الدم اللي بتغذي القلب بتقل، وبالتالي بيؤدي إلى قصور في كفاءة القلب وقدرته على العمل، وممكن تتطور الأمور بعد كده إلى جلطة في القلب وموت جزء من عضلة القلب. علشان كده مهم جدا إن أي مريض يكون عنده دهون مرضية في الكبد يهتم جدا بإنه يعمل فحوصات دورية عند أخصائي القلب، حتى لو مش بيشتكي من أي أعراض في القلب، لأن ممكن قوي تكون بدأت شرايين القلب تتأثر والمريض مش حاسس بأي حاجة. وهنا لما بنتكلم عن دهون الكبد لازم نبقى عارفين إن أنا بقصد دهون الكبد المرضية اللي عاملة التهاب مزمن في نسيج الكبد وارتفاع مستمر ومزمن في إنزيماته. الحاجة التانية المهمة جدا إن كل المضاعفات دي ممكن نتفاداها تماما لو بس حافظنا على وزننا واهتمينا بنظام أكلنا وحافظنا دايما على الأكل الصحي وابتعدنا عن الدهنيات الضارة اللي موجودة بكثرة في بعض الوجبات السريعة والدهون المصنعة، ولو كمان داومنا على ممارسة الرياضة وحافظنا عليها. المحافظة على النمط الصحي السليم في حياتنا هو العلاج السحري والوقاية الأكيدة من مشاكل كتير، اللي من أهمها وأخطرها دهون الكبد المرضية، واللي مرتبطة ارتباط وثيق بصحة القلب. دمتم سالمين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.